السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الأبيض وفيديو جديد. أول ما تشوف الفيديو ده في القناة تفعل زر الجرس. السلام عليكم جديد. آخر فيديو لو عندك أي تعليق أو أي استفسار سيبه لي تحت الفيديو إن شاء الله هجاوبك عليه، أو ادخل على جروب الفيسبوك جروب الواتساب اللينك بتاعه في الديسكربشن، أو وسائل التواصل فيسبوك تويتر انستجرام. النهاردة جايين بنتكلم عن فيديو يعتبر ده خارج عن نطاق القناة، بيتكلم عن التليفونات وكده، إزاي تعمل روت لتليفون شاومي ريدمي نوت 9S، ونفس الطريقة تنفع لجميع الهواتف، بس هتختلف معاك إن أنت هتدور على ملف الريكفري المظبوط بتاع التليفون، ان كل تليفون تختلف. فالتجربه النهارده على شاومي ريدمي نوت 9S، اللي هو نفس شاومي ريدمي نوت 9S برو بتاع الهند، مش برو اللي هو البلو بقى. تمام، اول حاجه هنخش على التليفون على اعدادات، معلش بقى مش عارف بس هو بقول لكم بالعربي اعدادات، وبعد كده اصدار MIUI، وتقعد تضغط عليها لغايه ما تجيلك رساله تحت بيقول لك انت اصبحت من المطورين. تمام، بعد كده هترجع تخش تاني، ترجع ورا بعد كده الاعدادات الاضافيه او مزيد من الاعدادات حسب مكتوب عندك في التليفون ايه، هتلاقي خيار جديد فتح لك اللي هو خيار المطورين. اول حاجه هتخش على الغاء القفل اللي هو QEM، فتفتحه وتعمل عليه علامه وتخليه مفتوح. ده اول حاجه هتعملها، هيبقى مقفول فانت هتفتح. تاني حاجه بتعملها تصحيح اخطاء USB، دي بقى USB وتوافقها. تمام، جميل جدا كده احنا بني. بعد كده نوصل الكمبيوتر التليفون بالكمبيوتر زي ما هو. تمام، بعد كده كل اللي هنحتاجه 3 ملفات 4 ملفات للروت. تمام، دي التول اللي هنعمل بيها الريكفري، وده ملف الريكفري، وده ملف، ودي الاداه اللي هنعمل بيها اللوك، وده ملف الروت. الملف بتاع الروت اللي هو ماجيك سكيب وملف الريكفري دول هتحتاج تحطهم عندك على كارت الميموري مش على الذاكره الداخليه قبل ما نعمل اي حاجه. تمام، خليك فاكر دايما ان اللي احنا هنعمله ده اول حاجه هتعملها انه هيخرجك من ضمان العده لو انت لسه في الضمان، او من الناس اللي هي مهتمه انها تفضل في الضمان بتاعها وكده، فانت مبدئيا كده خرجت من الضمان. دي حاجه تانية، ان كل الملفات اللي عندك على الموبايل هتتمسح تماما تماما تماما، فلو عندك حاجه مهمه يا ريت تاخد منها نسخه باك. ايه الحاجه الثالثه يا سيدي الناس، انت هتستفاد ايه من الروت ده؟ هتستفاد منه انك تركب ريكفري، انك انت حاجات كتير، او ممكن تغير السوفت وير بتاع التليفون، ممكن تنزل النسخه البيتا بتاعه التليفون، ممكن حاجات كتير، ممكن تتنقل من روم الجلوبال لروم هندي زي الفيديو اللي انا هعمله بعد كده، او ممكن تنتقل من اي سوفت وير عجبك مش عجبك تغيره وتخش على سوفت وير غيره. تمام، اول حاجه هنعمل سترايك للملف التول دي، طبعا هسيب لكم روابط التحميل في الديسكربشن، وده رابط الاداه بتاعت شاومي. طب حد هيقول لي انت ليه عامل عبال ما فوق ليه عامل تدينا اداه ننزل بيها الريكفري وتوجع قلبنا، ما الناس بتعملها باكواد ومش عارف. انا عن نفسي موضوع الاكواد ده ساعات بيشلني، يعني ما اعرفش، يا ساعات بيبقى في كده حاجات مش تمام، ف بسكت. تمام، ادي ملف اللي هي الطول الاولى اللي هنعمل بيها زي ما قلت لكم هنعمل بيها الريكفري. هنفتحها كده، ماشي، يس، هتفتح وهتطلب منك ابديت، فتعمل لها ابديت. وساعات ممكن تطلب منك اللهم صل على النبي يوزر نيم وباسورد، بس عادي اعمل اقفل وخلاص. تمام، جميل، هتلاقي الملف حتى بتاعته بعد ما فكيته بتفك بتزيد. جميل جميل جمال، يس. بيقفل ويفتح تاني. اوكي، ماشي يا عم، اي يوزر نيم وباسورد، فاحنا نقول له يا عم مش عايزين، شطبنا. اوكي، نفتح بقى تاني، هو فتحه. جميل جميل، فاول حاجه هنعملها هنوصل تاني، معلش ان انا شلت الموبايل. هتطلع لك رسالة على الشاشة، طالما انت مفعل USB تصحيح وضع USB هتجي لك رسالة قول له تمكين، هتقول له حسنا او نعم او حسب دوت الجهاز. تمام تمام، الجهاز مفتوح زي ما هو ومفيش اي حاجة. من هنا هتختار نوع الجهاز بتاعك. فانا لو انا لسه الاداة دي ما نزلهاش شاومي، ما نزلهاش ريدمي نوت 9، تمام، فانا هعمل ايه؟ هختار ريدمي نوت 8. طب حد جميل لذيذ لطوف على السهولة هيقول لي اشمعنى ريدمي نوت 8؟ هقول لك ان ريدمي نوت 8 معالج سناب دراجون زي ريدمي نوت 9. تمام،
فانت هنا ده هتدور على تليفونك، ان احنا قلنا الطريقه دي بتنفع لجميع هواتف شاومي ريدمي نوت 9. فانت لو الجهاز بتاعك موجود اختار ونقول له وانا نعمل روبوت بوت لودر. طب كويس ان حصلت معاكم دي كده، فهنقفل البرنامج ونفتحه تاني، لان ساعات البرنامج بيستهبل بيستهبل. تمام نفتحه تاني. يا عم شكرا مش عايزين. انت ليه ما بتفهمش يا عم؟ نبوت بوتلو. فالجهاز هو بيعمل ستارت وهيفتح على البوت لودر. كده احنا مش عايزين من عمو ده حاجه، ان هنا مكتوب واحد يقول لي طب ما هنا مكتوب اللوك ليه هتودينا اداه ثانيه؟ هنا اللوك هتدوس عليها هيحولك على لينك اداه شاومي المباشر. تمام؟ فاحنا حملناها وكفى الله المؤمنين شر القتال. اقفل يا حاج. تمام تمام طيب شكرا ليكم. حتى دي نخش تاني على هنا ام اي فلاش انلوك، نفتحها بعد فكرة الضغط عنها. هنختار نقول له ادمين. بعد كده يطلب مننا تسجيل بحساب شاومي. من ضمن الحاجات اللي نسيت اقولها لك في اول فيديو، لازم تكون فاكر اكونت شاومي بتاعك بالظبط، عشان لو التليفون فرمت مش هتعرف تفتحه لو معكش اكونت شاومي. تمام طيب انا هقفل عشان اكتب اليوزر نيم الباسورد الايميل والباسورد بتوعي وهرجع لكم تاني. التليفون بتاعك وعلى الاكونت بتاعك. هنا ده الاكونت بتاعي. شكرا يا عم كتر خير. نورت المحكمه. نستنى عليه. طبعا لازم يكون جهاز متصل، اللابتوب متصل بالكمبيوتر. هنا نقول له اللوك اعمل حك. هنا بيقول لك يا عم ما تخليك معانا، البلد ده احسن من غيرها ومش عارف ايه. قول له يا عم انا مهاجر. انا نفسي يا ابني يا ابني خليك جنب اخواتك وحبايبك وبابك مقفول عليك ما تفتحش الباب لاي حد. فانا اقول له انا عيل عاق. سلام عليكم. خلي بالك لازم حساب اكونت بتاعك يكون محطوط في رقم تليفون، لو ما فيهوش رقم تليفون هديك رساله ايرور. حساب اكونت شاومي لازم يكون حساب قديم عدى عليه من 15، مع ان انا اشك الموضوع ده خلاص اتلغى، بس هقول لكم يعني التعليمات اللي هم بيقولوا عليها كده. سكسسفول خلاص. جود مورنينج. شكرا لكم. اوكي كده خلصنا موضوع فتح البوت لودر بتاع التليفون. وهتلاقي التليفون يا اما هو بيفتح مكتوب عليه من تحت اللوك، او لو تليفونات جديده هتلاقي علامه الاف مفتوحه فوق جولد. نعمل ايه تاني يا عم محمد؟ نعمل نقفل الجهاز بالقوه. ايه ازاي بالقوه؟ توطيه الصوت والباور. الجهاز لسه بيفتح بس انا خلاص الموضوع بالنسبه لي انا خلصت. هدخلنا على وضعيه البوت لودر تاني. نعمل ايه دلوقتي يا عم محمد في موضوع البوت لودر؟ انت او جاي انت تعمل ايه؟ هنكتب بقى الريكفري بتاعنا. نخش على الاداه الجميله اللذوذه اللي على الصوره ديت. افتح يا عم الحاج. يا عم قلنا مش عايزين، انت ليه ما بتفهمش؟ جميل. هنا هنختار انستول ديفايس. اديك تعريفات الجهاز. تم داونلود اللي هو بيعمل اديك تعريفات للجهاز. فدي مهمة جدا. بيحدث ملفات اي دي بي وزي الفل. تمام هنا هنخش هنا على ريكفري فلاش. تمام. هنا بيقول لك انت عايز تركب ريكفري من عندنا ولا من عندك ولا من ايه؟ انا بما ان التليفون اولا مش موجود في الاداه فمش هينزل لي الريكفري بتاعي، وحتى لو موجود في الاداه انا خليني منزل الملف بتاعي على طول. تمام؟ فنختار الاختيار الاول ومن هنا هنروح على المكان اللي احنا حاطين فيه الريكفري بتاعنا. اهو ادي ملف الريكفري بتاعنا. جميل جميل. هنا الاختيارات دي مش هنيجي جنبها خالص. تمام؟ ونقول له فلاش اعملها. فلاش اعمل حاجه. لازم تقول مرتين فلاش اعمل حاجه. انا بيقول لك اضغط على اي زرار للايميل. تمام احنا الفلاش عندنا انت. طب خد بس راح فين؟ استنى استنى ايه يا عم محمد عايز مننا؟ ارحمنا. الريكفري ده بيركب بيكون مش اساسي، بمعنى هو تعمل له اعاده تشغيل واحده والريكفري بيتشال منك. فعشان كده لو تفتكر في اول فيديو قلت لك خلي الريكفري موجود معاك على الكارت الميموري، هو ملف المجلس. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا زي ما احنا لسه على وضعيه البوت لود. هندوس على الزرارين مع بعض. توطية الصوت والباور. أول ما يقفل الجهاز هتروح سايب الزرار وندوس على تعلية الصوت. هيخش معانا للريكفري اللي هو تي دبليو ار بي.
ممكن يبدأ معاك الريكفري بالانجليزي بالصيني سوري تمام. فتاخد الاختيار، هو في عمودين في الريكفري، عمود يمين وعمود شمال. العمود الشمال اليمين تلات اختيار، من تلات اختيار لو السيتنج هتاخد اخر واحده اللي هي عليها علامه الكره الارضيه اللي هي اللانجوج، وتختار انجليزي تمام. طيب نعمل ايه عشان الريكفري يبقى ثابت عندنا يا محمد؟ هنخش على انستول، من انستول هتلاقي تحت سيلكت ستورج، وتاخد السي دي، السي دي تختار مركب تمام. وبعد كده جنب اللي هو سيلكت من تحت الظهر لتحت هتلاقي انستول ايمج عشان يعمل ريكفري، وتختار الريكفري الملف الريكفري بتاعك اللي انت حطيته. اديك اختيارات تاني تعلم على الريكفري وتعمل اس سوال. شكرا. انا بيقول لك ريبوت سيستم، قول له لا باك، وبعد كده تخش على واي على ريبوت من تحت من القائمه الرئيسيه وتقول له ريبوت ريكفري. كده بقى الريكفري عندك اساسي على الجهاز، في اي وقت تقفل الجهاز وتخش على وضعيه الريكفري هتلاقي الريكفري المعدل بتاعك. طيب تمام، هنختار انستول تاني، ونخش بعدك سيلكت ايمج سيلكت ستورج، وهنختار اس دي الكارت الميموري، ونشوف ملف الماجيسكي اللي هو بتاع الروت فين، ونعلم عليه ونعمل سوايب. بس بعد كده هنعمل ريبوت سيستم للجهاز ونعمل عليه التشغيل. هياخد وقت قبل ما يفتح بقى واعدادات شاومي، واللي هيقول لك بقى دخل لي حساب مي اي دي والجوجل والحاشتاجات اللذيذه دي. وشكرا على كده، مبروك عليك الجهاز بقى فيه روت. دلوقتي زي ما قلت بتنفع لجميع هواتف شاومي. الملف اللي بيختلف الوحيد عند كله ملف الريكفري. فانا في الوصف هحط لكم رابط الاداه اللي هي تول اولي، وملف الماجيسكي ان هو شغال للكل، وملف مي انلوك، او لو ممكن مي انلوك بتاع شاومي عشان تعمل انلوك للجهاز. بالترتيب كده بتعمل انلوك للجهاز، بعد كده بتعمل ريكفري، بعد كده بتسطب ملف الماجيسكي. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وتشترك القناه ليصلك كل جديد. لو عندك سؤال يا ريت تسيبوه. الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم ازاي تغير السوفت وير بتاع التليفون، بما ان دلوقتي هواتف شاومي جديده ما بقاش تنزل برنامج الاتصال بتاع شاومي اللي هو فيه تسجيل مكالمات وكده، بتستبدله برنامج شاومي، بتستخدمه برنامج الاتصال بتاع جوجل. ففي الناس مخنوقه منه وقرفانه منه، فان شاء الله هعمل فيديو ازاي تغير السوفت وير بتاعه وتركب مثلا هندي او روسي او اي كده. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.